أن نلتف سويا حول مائدة القرآن الكريم، ذلكم الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، مع ذلكم العلم القرآني وسفير القرآن الكريم لدى العالمين الإسلامي والعربي، وصاحب المدرسة الغانمة بالمقامات والروايات، والذي نشنف الآذان إليه على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بعد أقل من ساعة، وذلك في تمام الساعة 9:15 على إذاعة القرآن الكريم، والذي نسعد بسماعه أيضا يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى من مسجد النور بحي العباسية على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق القارئ بالإذاعة والتلفزيون، أدعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ولا تجهروا
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. وأنتم لا تشعرون. يا بين يدي الله ورسوله واتقوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي.
ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم يا الله أكبر. عفو كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون و
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صلى الله عليه وسلم أولئك هم الراشدون
معلش هو عارف فعلا ارحمني رحمة حياتي معلش فضلا من الله ونعمه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم
وَاعْتَزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
الرحيم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. نظرت إلى روض النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت إذا كان الرياض منورا فما بال جوف الروض، ما بال من به، وما بال روض ضم نور محمدا ونور رسول الله من نور ربه. وهكذا أيها الجمع الطيب المبارك، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أيها الأحبة الكرام، كان معنا مخازن الفراشة الكبرى والإضاءة والإنارة والخدمات الفندقية،
تحت إدارة الحاج السيد الطحان المقيم بمركز ومدينة أجا. الصوتيات الحديثة الحاج محمد سلام، إدارة المهندس حمادة محمد سلام المقيم ببرهنطوش بمركز ومدينة السنبلاوين. الكاميرا الحديثة الأستاذ علي بدوي المقيم بديار بنجم بمحافظة الشرقية. أيها الأحبة الكرام، لكم أرق تحيات الزميل الإعلامي الأستاذ فتحي أبو كرشة، وتحيات محدثكم محمد الشملي المذيع بقناة مصر البلد الفضائية. شكر الله عزاءكم.